مشاهدينا الكرام، صباح الخير على حضراتكم وحلقة جديدة من صباح اون تايم. دايما بنكون معاكم في الموعد لمتابعة أبرز وأهم الأحداث اللي حصلت على الساحات الرياضية المختلفة، وطبعا بيجي في مقدمتها كرة القدم والملفات سواء محلية أو عالمية. وأكيد على مدار حلقتنا النهاردة هنكون بنتابع أكتر من ملف وأكتر من حدث هام، بجانب مباريات كتيرة جدا ممتعة هنكون بنتابعها النهاردة في أوروبا ومباراة محلية هنكون بنتكلم عنها برضو بالتفصيل. فخلونا سريعا نبدأ حلقتنا النهاردة. اهلا بحضراتكم مرة تانية، وخلونا نبدأ كلامنا مع الدوري المصري. مباراة النهاردة اللي هتجمع ما بين الجونة والنادي الأهلي، وهي مباراة مؤجلة قبل الدخول في فترة التوقف الدولي لمنتخبنا الوطني اللي هيكون عنده فيها مباراتين مع منتخب جيبوتي ومنتخب سيراليون في تصفيات المونديال. طبعا النادي الأهلي هيكون بيدخل مباراة النهاردة وهو في وصافة جدول الترتيب عنده 12 نقطة، ولكن الوصافة دي تعتبر مؤقتة لأن النادي الأهلي لعب أربع مباريات من أصل ست جولات لعبتهم معظم الأندية التانية، ففاز فيهم كلهم على النادي المصري، فاز بأربع أهداف نظيفة، على الإسماعيلي بثلاث أهداف مقابل هدف، وعلى المقاولين العرب بهدفين مقابل هدف. وكان آخر اللقاءات أمام سيراميكا كليوباترا كانت مباراة ممتعة جدا وقدر يفوز فيها النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف أيضا. فرق بينه وبين فريق بيراميدز متصدر الترتيب نقطة واحدة، ولكن بيراميدز لعب ماتشات أزيد من النادي الأهلي، ففوز النادي الأهلي النهاردة هيكون بيحطه على قمة جدول الترتيب في بطولة الدوري، وقبل كمان ما يكون بيلعب مباراته الأخيرة مع بلدية المحلة واللي هي كمان مؤجلة، ولكن طبعا لسه هيكون بتتلعب بعد ما يكون بينتهي يعني فترة التوقف الدولي. الجولة الرابعة هي دي الجولة اللي هنكون في انتظار متابعة لقاء النادي الأهلي من خلالها من دوري نايل الساعة 5 الجونة في مواجهة النادي الأهلي. مستر مارسيل كولر، بعد خروج النادي الأهلي من الدوري الإفريقي أمام فريق سان داونز كان شايف ان في توجه مهم لازم يكون بيلجا اليه، وهو حركه تغييرات في التشكيل للفريق، وده حصل في مباراتي المقاولين وبعد كمان مباراه المقاولين لجا ليها في مباراه سيراميكا كليوباترا، ولعب في غياب اكتر من 7 لـ 8 لاعيبه اساسيين، قدر ان هو يكون بينجح في الفوز رغم صعوبه الفوز الاخير امام سيراميكا بعد ما كان متعادل بهدف لكل فريق لحد الثواني الاخيره من الوقت بدل الضايع اللي سجل فيه محمد مجدي قفشه هدف الفوز والثلاث نقط حصدهم النادي الأهلي. هنتابع مع حضراتكم طبعا الهدف دلوقتي، ولكن كانت سعادة كبيرة جدا بالنسبة للنادي الأهلي ولكل المحللين متابعتهم لهذا اللقاء، كان ممتع جدا جدا وكل التفاصيل واللعب منقوص العدد، كل الحاجات دي بتزود من الإثارة اللي بنتابعها في هذه المباريات، والفوز طبعا في الثواني الأخيرة بيكون ليه طعم وقيمة خاصة، وكالعادة النادي الأهلي بيكون متعود يعني على النقاط دي اللي هو الأهداف اللي بيتم تسجيلها في 90+. تغييرات بقى كتيرة وعملية روتيشن واضحة في تشكيل مستر مارسيل كولر مع النادي الأهلي. هل هيكون بيدفع النهاردة من البداية مثلا بمودست في ظل غياب صلاح محسن وكمان معاه 11 لاعب يعني غايبين، ممكن نقول ابرزهم اكرم توفيق، محمود متولي، علي معلول، عمرو السوليه، وكمان رضا سليم والتونسي محمد الضوي، يعني كل اللي فاتوا نادي الاهلي بيعتمد عليهم بشكل كبير في فترات كتيره جدا من الماتشات الرسميه، ولكن في بعض اللعيبه ممكن يكون مش بيعتمد عليهم كتير، ولكن برضو هنستعرض اساميهم مع حضراتكم، سواء بقى كريستو، حمزه علاء، معتز محمد، محمد عز، محمد زعلوك مهاجم طبعا النادي الاهلي اللي هيكون طبعا بيفتقدوا المباراه دي، محمود عبد المنعم كهربا لسبب الايقاف. فده بالنسبه للنادي الاهلي والغيابات اللي احنا بنتابعها في لقاء اليوم امام الجونه.
الناحية التانية بقى نادي الجونة مع الكابتن علاء عبد العال لعب 5 ماتشات، فاز في ماتشين فاركو بعد كده الداخلية، وفي آخر جولتين اتعادل في ماتشين مع سموحة والاتحاد السكندري، وكان خسر مباراة وحيدة أمام نادي زد، وعنده دلوقتي 8 نقط، بيجي في المركز العاشر وماشي بشكل جيد جدا بعد عودته للدوري الممتاز. المقصود بجيد جدا هو ماشي بشكل متوازن في ظل طبعا يعني أنه لسه بيرجع مرة تانية للدوري ممتاز، وكان غايب في الموسم اللي فات، بس هو مش جديد عليه ان هو يكون موجود في الممتاز، فيعني عنده من الهويه وعنده من الامكانيات، وطبعا ماديا برضو بيعتبر نادي الجونه من الانديه المستقره بشكل كبير جدا. فهنتابع اللقاء النهارده، هل هيكون لي كلمه مختلفه مع النادي الاهلي قبل الدخول؟ طبعا في فترة التوقف الدولي هيكون بيسعى النادي الأهلي لتحقيق النتيجة الإيجابية، ويكون بيدخل كده بمعنويات مرتفعة لفترة التوقف دي، وهيكون بفوز وده بيتصدر لجدول الترتيب، ولا الجونة هيكون بيسجل فوز بيصعد بيه 5 مراكز كاملة، يعني دفعة واحدة كده ده لو قدر يحقق الفوز، ولا ممكن يكون في تعادل وهيكون برضه بنشوف بيعمل إيه في جدول الترتيب. فده بشكل عام كده يعني التفاصيل المتعلقة باللقاء اللي هنكون تابعوا النهارده ضمن المباريات المؤجله من الاسبوع الرابع لبطوله دوري النيل. وخلونا برضو نروح معاكم كده لسؤالنا في فقره اللعبه واللي متعلق برضو بهذه المباراه. حابين نشوف رايكم في مين هيقود هجوم النادي الاهلي في مباراه اليوم امام الجونه. النادي الاهلي بيفتقد صلاح محسن، بيفتقد محمود عبد المنعم كهربا بسبب الايقاف، وبيبقى السؤال هل مودست ممكن يكون بيتم الدفع بيه في لقاء النهارده ولا لا، مع العلم طبعا بكل التساؤلات وكل علامات الاستفهام وكل الضغوط اللي اصبحت محطوطه على هذه الصفقه. مودست قدم ايه مع النادي الاهلي؟ هل كان هو الصفقه الاهم او الصفقه المنتظره من قبل جمهور النادي الاهلي عشان تكون بتدعم المركز ده بالتحديد؟ بعد فتره كانت كل الناس بتتكلم فيها قد ايه النادي الاهلي محتاج لمهاجم سوبر مش مهاجم وخلاص. فهنشوف مستر مارسيل كولر هيكون بيتعامل ازاي مع يعني نقدر نقول حاجه عامل ضغط شويه عنده في ان هو يكون بيقرر التشكيل الاساسي اللي هيكون بيخوض بيه وبيبدا بيه مباراه اليوم امام الجونه. من ماتش النادي الاهلي والجونه خلونا نروح لنادي الزمالك. نادي الزمالك وبعد انتصار كان عظيم جدا بالنسبه لجمهوره والوصول الى المباراه النهائيه لبطوله كاس مصر الموسم اللي فات، وهيكون عنده مباراه مرتقبه اكيد وقمه كبيره وجديده مع النادي الاهلي في مباراه نهائيه ان شاء الله نكون بنتابعها ونكون بنستمتع بها تليق باسمه وبتاريخ الفريقين. التساؤلات طبعا كلها دلوقتي الكابتن معتمد جمال، واصبح يعني بطل كبير جدا بالنسبه للجمهور الزملكاوي انه قدر يتعامل مع ظروف المباراه بكم الغيابات دي بكل بقى التفاصيل اللي كمان كانت قبل اللقاء من اللعيبه اللي خرجت من معسكر نادي زد والتحقيق، وان ازاي نادي الزمالك عرض 3 لعيبه مهمين للبيع. كل الحاجات دي كانت عامله دوشه، وطبعا بطبيعه الحال كانت عامله قلق عند جمهور نادي الزمالك. ولكن خلونا بقى نروح للتساؤلات، مين هيكون مدير فني نادي الزمالك الفتره اللي جايه؟ في تصريح وكلام عن ان في رغبه من نادي الزمالك في التعاقد مع الكابتن طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الاهلي علشان يكون بيدرب نادي الزمالك في الفتره اللي جايه. والحقيقه ان كمان سياده اللواء اشرف نصار رئيس نادي البنك الاهلي كشف حقيقه تواصل نادي الزمالك معاه للتعاقد مع الكابتن طارق مصطفى، وقال سياده اللواء احنا كان عندنا حرص شديد على التعاقد مع الكابتن طارق مصطفى في التوقيت ده وقبل التعاقد ما بينه وما بين نادي الزمالك بالتحديد. اضاف كمان انا سعيد بتواجد طارق مصطفى ضمن الترشيحات الخاصة بنادي الزمالك، ولكن سعداء جدا بتواجده معانا وإن شاء الله هيكون ليه مستقبل كبير. أضاف كمان لم يحدث تواصل من جانب مسؤولي نادي الزمالك بشأن الكابتن طارق مصطفى حتى الآن، ولكن لو حدث تواصل هنتكلم أكيد، خصوصا أن علاقتي كويسة جدا بمسؤولي نادي الزمالك، ولو هم عايزين الكابتن طارق مصطفى أنا هطلب وهميل عليهم بحاجات تانية شوية انتهازية، وده طبعا يعني كان بيقول في إطار هزار يعني، ولكن ان هو هيكون ازاي بيستغل الموقف ده لصالح اكيد احتياجات فريقه من داخل صفوف نادي الزمالك. كمان اكد سياده اللواء اشرف نصار رئيس نادي البنك الاهلي ان في تفكير بالفعل في عوده ناصر منسي مهاجم الفريق السابق ومهاجم نادي الزمالك الحالي لصفوف نادي البنك الاهلي مره ثانيه. واضاف كمان ناصر منسي كان هداف فريقنا، ولكن بننتظر احتياجات المدير الفني وكمان مسؤولي نادي الزمالك خاصه حال انتهاء ازمه ايقاف القيد في نادي الزمالك
الزمالك، وعن بقى كينولا اللي برضو خد يعني أضواء كتيرة جدا بعد ما قدر يسجل هدف مهم وأعاد مرة تانية نادي الزمالك للمنافسة على الوصول للمباراة النهائية في مواجهة بيراميدز في نصف نهائي لكأس مصر. اتكلم عن سامسونج بالتحديد وقال القرار النهائي للمدير الفني في هذا الأمر. فده الشكل العام كده لبعض الأخبار اللي تم تداولها فيها الساعات السابقة عن إمكانية أن يكون في تواصل ما بين مسؤولي نادي الزمالك ومسؤولي نادي البنك الأهلي في الحصول على خدمات الكابتن طارق مصطفى ليكون المدير الفني بعد مستر أوسوريو اللي رحل من أيام قليلة. كابتن طارق مصطفى طبعا احنا بنتمنى له كل التوفيق بطبيعة الحال، لأنه ما كانش بقالنا فترة كتيرة شايفين مدربين مصريين بيتألقوا في أندية بره مصر، وكنا مبسوطين جدا بهذه التجربة وبنتمنى له طبعا التوفيق بعد ما عاد مرة تانية للدوري المصري في أيا كان الاتجاه. بإذن الله يكون بيصنع الفارق، ودايما بنحب نشوف وشوش جديدة ومدربين جداد وحكام جداد ولعيبة جداد، يعني ده اللي احنا بنتمناه طول الوقت، إن يفضل في ضخ للدماء الجديدة في أكتر من اتجاه ليه علاقة طبعا بمنظومة الكورة. النهارده كمان بقى في مجموعه من المباريات على المستوى الاوروبي بعيدا عن المناقشه اللي كنا بنتكلم مع حضراتكم فيها على المستوى المحلي، وكالعاده لقاءات كتيره هنكون بنتابعها في اوروبا ونستعرض معاكم ابرز مباريات اليوم. والبدايه مع الدوري الايطالي والجوله ال 12 الساعه 4 هتنطلق مباراه ليتشي وميلان، والساعه 7 يوفنتوس في مواجهه كالياري. وبرضو أبرز مباريات اليوم في الدوري الألماني في الجولة ال 11 بايرن ميونخ في مواجهة هايدنهايم، والساعة ده هيكون الساعة 4:30، وفي نفس الميعاد شتوتغارت في مواجهة بروسيا دورتموند. بالنسبة للدوري الأسباني الساعة 3 رايو فاليكانو في مواجهة جيرونا، والساعة 10 بالليل ريال مدريد في مواجهة فالنسيا. ريال مدريد بيستعد النهارده لمواجهه فالنسيا، واتكلم كارلو انشيلوتي المدير الفني للملكي عن اكتر من ملف، منها مشاركه بيلينغهام في التدريبات بعد الاصابه اللي كان تعرض ليها اللاعب، وكمان اتكلم عن ازمه حراس المرمى بعد اصابه كيبا. تعالوا بقى نشوف ابرز تصريحاته في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء ونعود مره ثانيه. بيلينغهام يقول إنه يشعر بالراحة، لقد تدرب بشكل طبيعي اليوم، إنه متاح، وإذا لم يحدث أي شيء غريب خلال الساعات القليلة المقبلة فسوف يلعب. يجب على المشجعين الذين يأتون إلى هنا أن يكونوا هادئين للغاية ويستمتعوا بالمباراة. أنا مقتنع بأنها ستكون مباراة جميلة لأن الفريقين يلعبان كرة قدم جيدة للغاية، لذا ستكون مباراة قوية للغاية. يجب أن يأتي مشجع فالنسيا، لن تكون هناك مشكلة، سنكون جميعا هادئين للغاية. من الصعب دائما البقاء هناك للاعب المصاب. أنت تأتي إلى المقر التدريبي لريال مدريد وزملائك يلعبون وأنت لا تلعب، لذلك من الصعب البقاء هناك. من الطبيعي أن يشعر بالحزن والغضب، لكننا نحبه كثيرا، وبالتأكيد لسنا في عجلة من أمرنا. من الدوري الاسباني خلونا نروح للسبت الممتاز، وكالعاده بيكون عندنا لقاءات مرتقبه كل اسبوع مع البريمير ليج. النهارده عندنا مجموعه من اللقاءات القويه نستعرضها مع حضراتكم، والبدايه الساعه 2:30 ويلفرهامبتون في مواجهه توتنهام، والساعه 5 ارسنال في مواجهه بيرنلي، في نفس الميعاد الساعه 5 كريستال بالاس في مواجهه ايفرتون، وبرده في نفس الميعاد مانشستر يونايتد في مواجهه لوتون تاون، والساعه 7:30 بورنموث في مواجهه نيوكاسل يونايتد. وبما اننا بنتكلم عن الدوري الانجليزي، الحقيقه الكلام عن محمد صلاح وارقامه المبهره مش بيخلص، واللي عامله صلاح على مدار 10 سنين بقى حاجه تدعو للفخر بزياده، ولكن البعض اعتاد عليها وبقى يعني بيلوم ساعات على صلاح اللي هو مش بيسجل ولا بيعمل اسيست كل ماتش، بس هو فعلا هو اللي علّى السقف عندنا كلنا، وبقى كل واحد شايف ان الطبيعي ان صلاح طول الوقت بيسجل وبيهدف وملوش منافسين، ولكن اللي بيعمله صلاح طبعا حاجه عظيمه جدا. وازاي وصل باسم مصر للعالميه في الوقت اللي ما فيش نقدر نقول لاعب قبل كده؟ لا، اللعيبه اللي شرفتنا بره مصر عددهم ما كانش كبير، ولكن مهما كانوا وصلوا النجومية برضو اللي صلاح وصله من إمكانياته من يعني تاريخه من أرقام قياسية، واحد من أهم بل هو أهم دوري على مستوى العالم، حاجة لا تقارن بمشوار أي طبعا لاعب سابق، مع الاحترام للجميع. ولكن الميزة أن صلاح حتى أي حد احترف خارج مصر بيكون عارف أنه لا مقارنة ما بين مشواره وما بين اللي صلاح قدر يعمله على مدار كل السنوات السابقة، فده القيمة الحقيقية لصلاح. أرقام صلاح بقى حطته على رأس قائمة الأفضل في الدوري
الانجليزي، وده بقى امر طبيعي بنسمع عنه في البريمير ليج طول ما صلاح موجود الحمد لله، المره الخامسه اللي بيحصد فيها الجائزه خلال مسيرته مع فريق ليفربول. فخلونا نشوف في التقرير اللي جاي بعض الارقام من محمد صلاح في الدوري الانجليزي وصلت لحد فين. واصل النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول توهجه في عالم الساحرة المستديرة، حيث نجح الفرعون في التتويج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر أكتوبر الماضي، متفوقا على جميع كبار البريمير ليج. وتعد هذه المرة الخامسة التي يحصد فيها محمد صلاح الجائزة خلال مسيرته الكروية مع ريدز، وذلك بعد أشهر نوفمبر 2017 وفبراير 2018 ومارس 2018 وأكتوبر 2021، ليعادل بذلك الهولندي روبن فان بيرسي والأسطورة الإنجليزية واين روني. وبات النجم المصري هو الأكثر حصدا للجائزة من بين لاعبي الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي، ولا يتفوق عليه تاريخيا غير البرتغالي كريستيانو رونالدو والإنجليزي ستيفن جيرارد ومواطني هاري كين والأرجنتيني سيرجيو أغويرو. وفرض الفرعون المصري محمد صلاح نفسه نجما أول في صفوف فريقه ليفربول خلال مباريات ريدز في شهر أكتوبر، والتي سجل فيها جميعا 5 أهداف خلال 3 مباريات. ولا يعد تألق محمد صلاح هو وليد شهر أكتوبر فقط، حيث يقدم النجم المصري مستوى استثنائيا منذ بداية الموسم مع فريق ليفربول، فخلال 11 مباراة سجل 8 أهداف وصنع 4 آخرين، فضلا عن أنه صنع 11 فرصة محققة رفقة الريدز. كما وصل الدولي المصري للهدف 147 في مسيرته الكروية في الدوري الإنجليزي، ليقترب أكثر من قائمة العظماء 10 هداف البريمير ليج عبر التاريخ، حيث يفصله 3 أهداف فقط عن معادلة رقم مايكل أوين صاحب 150 هدفا في المسابقة الأقوى في عالم الساحرة المستديرة. خلاص ده بقى المعتاد بالنسبة لنا، ان محمد صلاح بيكسر ارقام قياسية، بيسجل في الماتشات بشكل كبير، اصبح ند بند لابرز واهم لاعبين كرة القدم على مدار العصر الحالي، ودي بقت حاجة معتادة. لو اكثر المتفائلين في العصر ده كان توقع ان هيبقى عندنا لاعب محترف في كرة القدم بيلعب في الدوري الانجليزي، كان مستحيل يتخيل ان اللاعب ده هيحقق ربع اللي صلاح على ارض الواقع حققه. فكل التحية والتقدير ليه، وبنتمنى له بإذن الله المزيد من التفوق والنجاح، ونتمنى أنه هو يفضل محافظ على المسيرة بتاعته دي لحين بقى ما يبقى فيه قرار اعتزال، يفضل في البيك بتاعه ويفضل بيقدم كل اللي هو يعني يبدو مستحيل هو قادر أنه هو يكون بيحققه. وإن شاء الله يعني فكرة أنه يفضل موجود في الملاعب لوقت طويل بالشكل بتاع اهتمامه باللايف ستايل بتاعه وبتدريبه وبنومه وبأكله، كل الحاجات اللي بتبدو احترافية بنسبة 1000000% اللي صلاح ماشي على النهج بتاعها دي، كلها بتقول مؤشرات انه لا ان شاء الله صلاح مكمل ومكمل فترة طويلة ان هو يكون موجود في الملاعب وبيوصل لمستويات وارقام مميزة جدا جدا. فبندعمه في اي قرار هيكون بياخده ليه علاقة بالمسيرة بتاعته، ولكن طبعا عارفين ان حب الجمهور ان احنا نكون شايفينه في الدوري الانجليزي حاجة بتسعدنا جدا وبتشرفنا. حقيقة ان صلاح كمان كان اتكلم عن تتويجه بجائزة لاعب الشهر فيها الدوري الانجليزي، ده طبعا شهر اكتوبر اللي فات، وقال صلاح في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي حاجة جميلة جدا دايما تكون بتسجل الأهداف لفريق كبير زي فريق ليفربول، وقال كمان أنا عايز أقول دايما أن تسجيل الأهداف في البطولات الكبيرة ومساعدة الفريق على الفوز في الماتشات هو أهم شيء بالنسبة لي، وعندي أمل أني أكون بتمكن من الاستمرار على هذا النهج. قال بشعر دايما بالحب من الجماهير وأنا هنا من 7 سنين، أنا شخص سعيد جدا، أنا سعيد دايما وبحاول مساعدة اللعيبة الأصغر مني سنا في اللعبة خارج الملعب كمان، وبحاول فقط ان انا اكون بلعب لعبتي وان انا اكون قدوه للاعبين، وعندنا عدد قليل من اللاعبين الشباب لكن عندنا لعيبه يعني نقدر نقول ان هم بيتاقلموا بشكل جيد جدا في الفريق وان هم في حاله جيده جدا. وختم تصريحاته وقال علينا فقط ان نستمر وان هي فتره مكثفه جدا، وانا متاكد من ان المدرب هيكون يعني بيقدم افضل ما لديه علشان نكون بنحافظ على مستوانا، وقال كمان ان كل الناس عندهم استعداد لتقديم اداء على اعلى مستوى. عشان نشرح بس محمد صلاح واصل لفين، ان احنا نكون بنقول ان صلاح السنه دي بيشارك في الدوري الاوروبي مش في الشامبيونز ليج، واحد بيقولها كده وهو متضايق يعني من كتر ما هو ازاي وازاي ان صلاح مش بيلعب في الشامبيونز ليج والبطوله الاكبر والاهم، مع
ان البطوله الثانيه برضو بطوله كبيره وفيها انديه عظيمه جدا، ولكن هي دي المكانه اللي وصل لها صلاح. فكل جوله في الدوري الاوروبي واحنا بنستعرض ماتشات ليفربول الواحد بيبقى متضايق كده وهو بيقولها، يعني مش هين عليه ان صلاح ما يكونش بيلعب في البطوله اللي هي الاي كلاس. فان شاء الله الموسم اللي جاي يكون فريق ليفربول بيعوض ونشوف مره ثانيه صلاح موجود فيها البطوله الاقرب والاحب الى كل جمهور وعشاق كره القدم على مستوى العالم. وبما اننا بنتكلم عن صلاح، وصلاح طبعا ابرز المحترفين في تاريخ كره القدم المصريه، ازاي نكون بنشوف اكتر من صلاح، وصلاح التميز الكبير اللي قدر يكون بيحققه على مدار الفتره اللي فاتت اكيد هيكون امر ايجابي جدا ان انت تكون بتخرج اكتر من لاعب للاحتراف، وخصوصا بقى لو في سن مبكر، لانه عشان نكون واقعيين السوق بره هيكون بيدور على اللعيبه اللي سنها صغير، بيحصلوا عليهم من افريقيا بالتحديد، من دول كتيره مختلفه بتطلع اللعيبه بتاعتها لبره بشكل سريع ومن وهم عندهم 16 و17 سنه. فان انت عشان تكون بتوصل في حته بتنافس معاهم وبتطلع من عندك لعيبه صغيره عندها امكانيات وتطلعها لاوروبا، فانت عندك منافسه شرسه جدا جدا من داخل حتى القاره الافريقيه. فالسن المبكر ده من ابرز العوامل واهمها عشان يكون عندنا عدد اكبر من اللعيبه المحترفه. نماذج الحمد لله يعني في الماضي قدرت ان هي تكون بتعمل ده، صحيح على عدد مش كبير مقارنه يعني بدول اخرى في افريقيا كمان، ولكن يعني اول ما تم تطبيق نظام الاحتراف في سنه 90 خرج عدد مش قليل من اللعيبه للاحتراف في سن مبكر، كان طبعا ابرزهم الكابتن هاني رمزي واللي لعب في المانيا فتره طويله جدا، وكمان من اللعيبه اللي خرجوا في سن مبكر جدا الكابتن احمد حسام ميدو واللي لعب في بلجيكا وهولندا، وده كان كله قبل ما يتم 20 سنه. فده الفكره. محمد بقى صلاح ومحمد النني خرجوا برضو في سن جيد جدا ان هم يكونوا بيطلعوا بيبداوا مشوار احترافي، فعشان كده فكره ان انت تكون بتخرج للاحتراف في اوروبا وان انت صغير في السن ليها مردود ايجابي ومهم جدا. هل المسابقه دلوقتي الدوري المصري عنده نجوم نقدر ان احنا نبقى شايفينهم متخيلينهم بيلعبوا في الدوريات الاوروبيه؟ ده بطبيعه الحال ولكن المرحلة العمرية هي اللي ممكن تكون بتبدو أزمة بعض الشيء، يعني إن اللاعب عندنا لما بيظهر وبيظهر إمكانياته قوي وبياخد يعني الفرصة بيبقى عنده 22 23 سنة، 22 23 سنة ده ممكن يعني امبابي كان محقق كأس العالم وهو أصغر من كده، فهي دي الفكرة اللي بتحط الموضوع تحت ضغوط بعض الشيء بالنسبة للاعبتنا، إن الفرصة حتى مش بتكون بتجيلهم وفي عقلية عند التدريب شوية إن اللاعب الخبرة، لا اللعيبة الصغيرة ما عندهاش خبرة، طول الوقت بيتم إيه الدفع باللعيب الصغير ده لما تكون يعني عندك إصابات، لما يكون عندك إيقافات، عندك وقف قيد، بيتم النظر للعيبة الصغيرة دي ان ده الوقت اللي انتوا ممكن تكونوا بتشاركوا فيه، مش بيتم الاستثمار فيهم من سن صغير ان ده النظام، ان ده الشكل الجديد لمنظومة الكرة على مستوى العالم. فاحنا بصينا كده على النجوم اللي عندنا، والحقيقة عندنا عدد كبير من النجوم احنا نحب نشوفهم بيرتدوا تيشيرتس بعض الاندية الاوروبية، طبعا محمد عبد المنعم، احمد عبد القادر من النادي الاهلي باعتبارهم لسه نقدر نقول عليهم سنهم صغير، من الزمالك بالرغم من الازمه ولكن احمد فتوح لا غبار على امكانياته، حسام عبد المجيد في وقت لما كان منور سنه الصغير ده بيخلي البعض يشوف لا لو اتطور واشتغل على نفسه وركز بشكل كبير ممكن يكون بيتم الدفع بيه في الخارج ويكون بيلفت الانظار. فممكن طبعا نقول اكتر من اسم احمد سيد زيزو، اصلا لما جه نادي الزمالك والناس ما كانتش عارفه قوي اللاعب ده هيكون بيقدم ايه، كان جاي من البرتغال، احمد سيد زيزو امكانيات لاعب دولي عالمي يعني حدث ولا حرج، ومش علشان موسم ولا اتنين، هي دي الفكره بتاعت احمد سيد زيزو، الاستمراريه اللي بيحافظ على اللاعب على نفسه بيها هي دي طبعا الملفته جدا للنظر. فزيزو طبعا ضمن قائمه كنا نحب نشوف ان هو بيبقى ليه فرص للخروج، بس الكلام ده بيزعل سواء الهوايه والزملكاويه اللي هو لا سيبوا لنا اللعيبه الجامده بتاعتنا هنا، ولكن في الاخر المصلحه بتاعت اللاعب والمصلحه بتاعت النادي والمصلحه بتاعت المنتخب ان احنا نكون بنشوف العدد بيزيد في الفتره اللي جايه. محمد حمدي من ام بي، رمضان صبحي طبعا كان ليه تجربه ورجع بعدها، ابراهيم عادل في فريق بيراميدز كان الموسم اللي فات كان في كلام كتير جدا ان ابراهيم عادل ممكن يكون ليه فرصه للاحتراف، يعني هنشوف الموسم اللي جاي ايه اللي بيحصل. حسام اشرف من بلديه المحله، كلهم الصراحه لعيبه شباب في مرحله عمريه مش بنتكلم ان ده يعني الدارج قوي بره، هم ممكن يكونوا اكبر سنه ولكن فرصه الاحتراف متاحه جدا في
اوروبا، فعشان كده قررنا نكون بننزل الشارع ونسال الناس مين اللاعب المصري من وجهه نظركم اللي انتم شايفينه يستحق فرصه حقيقيه للاحتراف في اوروبا. فخلونا نشوف الناس جاوبت بايه ونعود مره ثانيه. والله احنا عندنا لعيبه كتير حلوه، يعني زي مثلا عندنا في الزمالك زيزو ده في حته تانية، برضه في حسين الشحات وفي احمد عبد القادر، في كذا خامه حلوه عندنا، في الاسماعيلي عبد الرحمن مجدي، والمصري في شويه لعيبه كويسه، بس انا اللي اتمناه برضه ربنا يوفقه، بس انا عايزه معانا يعني مش يمشي بصراحه. زيزو ده في حته تانية. زيزو لاعب حلو، مهاجم 10/10 ويبقى ليه حظ يعني. برشح مروان عطيه، لعيب مميز ولعيب حلو. عماد سيد زيزو بتاع الزمالك ده الوحيد اللي امكانيات اوروبيه خالص، ملوش دعوه بالامكانيات بتاعت ناصر الصراحه. محمد عبد المنعم، يعني ستايله لعيب اوروبي، يعني ستايله كده. محمد عبد المنعم ويعني في فتوح برضه كويس، بس تفكيره شويه يتحسن. زيزو بصراحه، لا بصراحه لعب طريقه لعبه حلوه ونزيف لعبه، بس هو محطوط في اماكن غلط، اوقات بيتحط في اماكن غلط كتير. بس بكل تأكيد مصر بعشق جمهورها للكورة، لازم نكون متأكدين ان احنا عندنا المواهب المدفونة في كل القرى وفي كل المحافظات، عددها كبير جدا جدا، وزي ما كنا زمان بنشوف الكشافين وبيروحوا يجيبوا لعيبة ويكونوا بيتابعوا اللعب في الشوارع ويشوف لاعب يحس ان ده هيكون بيطلع منه نجم كبير، وفعلا ده كان اللي بيحصل. ف اكيد في مواهب اكتر من اللي تم ذكرها في التقرير، ودول اللعيبه اللي منورين وبيتم القاء الاضواء عليهم. ده بكل تاكيد هم امكانيات كبيره جدا، ولكن من المؤكد ان عدد المواهب في مصر عشان تكون بتكبر في الكوره عدد مهول، واعتقد ان هو ده الفكر الخاص ببرنامج كابيتانو مصر، اللي هو تصدير اللعيبه الصغيره دي وطلعهم للنور، وان انت تكون بتروح لهم للقرى بتاعتهم والمحافظات بتاعتهم عشان تديهم فرصه. دي حاجه وده مشروع مهم جدا باذن الله، مش بنتكلم فيه ان هي تتبص ليها لمجرد ان هي ايه دي كوره وخلاص، لا هو استثمار، واستثمار كبير جدا ومهم جدا، الاستثمار في الرياضه بشكل عام وفي الكوره بقى بشكل خاص. اكيد يعني محدش يقدر يكون بيشكك في ده في سنه 2023. بغض النظر احنا بنتمنى طبعا التوفيق لكل اللاعبين، سواء كملوا المشوار مع انديتهم المحليه او لو جت فرصه اكيد للخروج في اوروبا في نادي كويس تكون بيضيف اليهم. بنتمنى كمان تكون الانديه والادارات بتسهل خروج اللاعبين بشكل كبير جدا، ان هم يكونوا بياخدوا بفرصه، ما يكونوش بيعملوا اي مغالاه او يعني عوائق علشان الصفقه تكون بتتم. وفي الاخر مصلحه اللاعب اكيد بنتمناها تكون هي اللي بتاخد الافضليه فوق اي شيء. خلونا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل احنا لسه مكملين مع حضراتكم حلقتنا النهارده، خليكم معانا. اهلا بحضراتكم مره تانية مشاهدينا الكرام. خلونا دلوقتي نروح بحديثنا لواحد من اساطير الكوره عبر التاريخ، واحد من اهم نجوم منتخب انجلترا، ومين فينا ما ارتبطش بالانجليزي الذهبي ديفيد باكهام. ديفيد باكهام الناس مش بس مرتبطه بيه كلاعب، قد ايه كان امكانيات عظيمه جدا وظهر من هو سن صغير، بما ان كنا لسه يعني قبل الفصل بنتكلم عن السن الصغير وازاي اللعيبه بتظهر فيه، ولكن كمان مش دايما بتلاقي اللاعب النجم عنده كاريزما طاغية، فده اللي كان كمان يعني بيخلي نجومية ديفيد باكهام مضروبة في أضعاف ممكن نجوم تانيين، بسبب أنه هو كان عنده كاريزما معينة. زواجه من برضو واحدة من كانت موجودة في وقت من مشاهير الجونة في إنجلترا، فده برضو زود شوية من فكرة ديفيد باكهام وفيكتوريا باكهام والعيلة اللي قدروا أنهم يكونوا بيأسسوها. كل حاجة متعلقة بديفيد باكهام كان فيها كاريزما كبيرة جدا، وده اللي بيخلي اللاعب حتى الآن الناس بتتهافت أنها تكون بتشوفه وبتصوره، وأنها تكون موجودة في أي مكان هو موجود فيه، فبيحافظ لسه على نجوميته بالرغم من الاعتزال. هو طبعا واحد من أبرز وأهم نجوم الكرة في التسعينيات وبداية الألفية، وكلنا أكيد فاكرين فاولاته المميزة وإمكانياته في التصويب، وكمان قصات شعره اللي كان بيشتهر بيها، وبالرغم من الاعتزال في عام 2013 إلا أن هو لسه ليه عشاء كبير بشكل كبير جدا في كل مكان في العالم. إزاي بقى بيكهام بيبدأ يومه؟ حياته وروتينه اليومي بيكون شكله عامل ايه؟ وهل نظام يومه بيكون بيختلف ما بين المدينة عن الريف؟ كل ده هنكون بنقرب له اكتر لما هنكون بنتابع مع حضراتكم دلوقتي لقاء مع ديفيد باكهام نجم منتخب انجلترا السابق.
دون شك، ما يعجبني في منتخب انجلترا الآن هو أنهم أولا يريدون التواجد هناك وأن يشاركوا في مثل هذه المباريات، فهم فخورين بتمثيل بلدهم ويسعون للفوز باللقب. وأعتقد أن جاريث يؤدي عملا رائعا، خاصة مع جيل الشباب من اللاعبين يقودهم كابتن فريق عظيم ما زالت لديه القدرة على التسجيل على كافة المستويات. أول شيء أفعله عندما أفتح عيني هو التفكير في تناول القهوة، لذلك عندما أستيقظ من النوم فإنني أتناول كوبا من القهوة، وأصدقك القول بأنني أستمتع بتلك اللحظة، خاصة في عطلة نهاية الأسبوع حيث أحتسي القهوة لمدة ساعة قبل الاستيقاظ وترك سريري. ولكن كما قلت لك، أنا معتاد على نفس الروتين اليومي من الاستيقاظ مبكرا في السادسة صباحا، سواء كنت في لندن أو في ريف إنجلترا، وأول ما أفعله هو تناول القهوة. وكما قلت، أنا مدمن شرب القهوة، كما أن هواياتي في الشرب تتغير حسب المكان المتواجد فيه، وهذه أمور تحدثت عنها في السابق ورآها البعض غريبة. ولكن أثناء وجودي في لندن، حيث تذهب ابنتي للدراسة في وسط لندن، فإنني أتناول فقط القهوة السادة، حوالي 4 أكواب من القهوة. ولكن أثناء وجودي في الريف أكون متكاسلا بعض الشيء. طبعا لكل الناس يعني من عشاق ديفيد باكهام، وزي ما كنا بنتكلم قد ايه هو من اللاعبين اصحاب الكاريزما، وشكل اسرته كمان الى حد كبير بيخلي الناس حابه ان هي تكون بتتابع تفاصيله. كان في فيلم دوكيومنتري يعني معمول عن قصه حياه ديفيد باكهام منذ البدايه وصولا لهذه المرحله، من كتر ما هو حياته فعلا يعني يتم البيع عليها، يتعمل عليها قصه وفيلم ويتصرف عليها ازاي هو لاعب يعني ليه جماهيريه على مستوى العالم بالرغم من الاعتزال. ومن ديفيد باكهام نروح لموضوع تاني بقى خالص، وفي اطار متابعتنا لكل الرياضات اللي بيتم دعمها من قبل اتحاداتها وكمان الاتحادات المحليه علشان يكون في انتشار بشكل اكبر بعيدا عن بقى الرياضات اللي واخده كل الاهتمام، ولكن في رياضات كتيره جدا بنحب يعني ان احنا نكون بنسلط عليها الضوء دايما في حلقتنا. وهنتكلم عن رياضه جديده مختلفه شويه يمكن مش كل الناس تكون عارفاها، ومن ايام نظم الاتحاد المصري للملاحه الرياضيه المؤتمر الدولي للملاحه الرياضيه في المدينة الشبابية في اسكندرية، وده كان بهدف مناقشة سبل وآليات نشر وتنمية رياضة الملاحة الرياضية في الدول العربية والإفريقية، وكمان تنمية وتطوير القادة لنشر تلك الرياضة في بلدانهم. وده طبعا في إطار استعدادات مصر لاستضافة بطولة البحر المتوسط للملاحة الرياضية، هيكون يوم 25/2. وخلونا في التقرير التالي نشوف مع حضراتكم هذا المؤتمر الدولي للملاحة الرياضية ونعود مرة تانية. سعيد بعودتي هنا في مصر لأنها ليست زيارتي الأولى، ونهدف خلال هذا المؤتمر أن نقدم معلومات هامة عن رياضة الملاحة في الدول العربية والأفريقية، حيث بدأنا هذه الرياضة هنا في مصر في 2015 منذ 8 سنوات، وذلك بهدف تطويرها حول العالم، حيث لدينا الآن 70 دولة مشاركة في الاتحاد الدولي لرياضة الملاحة، ومهمتي الأساسية هي تطوير هذه الرياضة حول العالم، وهذا سبب وجودي هنا، حيث توجد عديد من الموضوعات الأساسية لتقديم معلومات هامة تتعلق بالتخطيط خلال الفترة القادمة لمشاركة دول أخرى من المنطقة. ولدينا أصلا اتحاد دول المتوسط لرياضة الملاحة والذي أتولى رئاسته، بالتنسيق مع الاتحاد المصري برياضة الملاحة نعمل على التخطيط للفترة القادمة، وبالطبع لديهم برنامج يتعلق بكيفية انضمام أفراد جدد، لأن نقطة في هذه الرياضة هو وجود خرائط، وهي من أهم أدوات الملاحة، وأيضا بوصلة. أعتقد أنه يوجد في مصر حوالي 20 خريطة طبقا للمعايير الدولية، وهو ما يعني أنه في حالة وجود شخص من اليابان أو الصين أو أي مكان في العالم موجود هنا في مصر يستطيع أن ينافس بنفس المستوى من خلال هذه الخرائط الخاصة. بالطبع لدينا برامج تخطيط، والحدث الأول والأكبر سينعقد هنا في مصر في بداية عام 2025، ولدينا بطولة المتوسط، كما أن هناك تخطيط على المدى البعيد، ولكن الحدث الأكبر سيقام في عام 2025. خلال هذا المؤتمر سنقدم معلومات هامة لكل المشاركين، ونريد أن نظهر لهم كيف يفعلون في المستقبل، لأننا نريد المزيد من الدول ضمن الاتحاد الدولي لرياضة الملاحة، وأعتمد أيضا على الاتحاد العربي لرياضة الملاحة، لذلك نحن جميعا موجودون هنا، وإسماعيل هو سكرتير العام للاتحاد وهو معنا هنا للتخطيط لهذه البطولة.
مشاركتي جاية من عدد من التوجهات، أولا أن أنا رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي للرياضة للجميع، ثانيا أن أنا سكرتير عام اتحادية الكونفدرالية الرياضية الإفريقية الأقصى، وأنا شايف أن النهاردة التجمع العربي الإفريقي اللي موجود عشان لعبة مهمة جدا جدا في مجال توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وده اللي بتنادي بيه وزارة الشباب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن توسيع قاعدة الممارسة الرياضية بعيدة عن الرياضات التقليدية، ألعاب الصالات أو ألعاب الكرة أو الرياضات الأخرى، لكن الملاحة الرياضية بتستقطب كل الأعمار من الجنسين، زي موضوع الرياضة للجميع، ألعاب غير تقليدية بتيسر للممارس انه يمارسها، وشايفين اهتمام العالم كله بيها. ولما يكون نائب رئيس الاتحاد الدولي مع رئيس اتحاد البحر المتوسط موجود مع اخواننا العرب اللي موجودين رؤساء الاتحادات، وهو اتحادات وليده في الدول العربيه، كنا بنلعبها زمان بطريقه البحث عن الكنز، انما دلوقتي بقى ليها قوانين ولها قواعد ولها اليات ولها ارتباط بالكمبيوتر وقياس الزمن، فاحنا النهارده بنتكلم على حاجه جديده بتواكب العصر. اللعبه بدات في مصر، كان الدكتور تامر مهنا رحمه الله عليه في مسافر في الخارج في المانيا، شاف اللعبه انبهر بيها عجبته، فبدا يسعى لما رجع مصر ان احنا نتحرك عليها. 2014 بدانا في التحرك، 2015 اشهر الاتحاد المصري للملاحه الرياضيه، ومنذ ذلك الحين اتعمل الكثير من المهرجانات التعريفيه في جميع انحاء الجمهوريه، وبعدين بدانا في 2016 استضافه اول بطوله دوليه في مصر، عملناها في الاقصر، بطوله مصر الدوليه في الاقصر، كانت حاجه رائعه، واستكملنا البطولات المحليه والدوليه لغايه لما وصلنا لشرم الشيخ، ونحن الان ان شاء الله ان شاء الله بصدد تنظيم بطوله البحر الابيض المتوسط 2025. احنا دلوقتي عاملين المؤتمر والمنتدى العربي الافريقي الاول للملاحه الرياضيه. الدول العربيه والافريقيه بعضها عندها النشاط وبعضها ما عندوش النشاط بشكل كافي، وعنده شويه معوقات في انه ينشر اللعبه عنده، فاحنا بنحاول نساعدهم كلنا ونتبادل الخبرات مع بعض، كل الناس اللي اشتغلت عشان ننشر اللعبه بشكل اكبر، وبالتالي عدد المشاركين يكون اكتر. المشاركين في المؤتمر حتى الان احنا معانا 300 فرد حاضرين معانا هنا من جميع الدول العربيه والافريقيه، ومعانا مجموعه اخرى داخله معانا أونلاين. صحيح، أنا سعيد بإني أكون في الإسكندرية اليوم للمشاركة في مؤتمر البحر المتوسط العربي الأفريقي، وهذا صحيح سابقة جميلة أنها تبدأ في الإسكندرية اليوم حتى نعمل جهود مشتركة ما بين الوفود العربي والأفريقية. صحيح رياضة الملاحة الرياضية أو يعني هي الأورينتيرينج هي جديدة في المنطقة العربية، وإحنا سعيد دين بأنه نكون بالأردن من أوائل اللي بدأنا فيها بسنة 2000، من حوالي 23 سنة بدأنا فيها بشكل مبسط، والآن انطلقنا لانطلاقات كبيرة، والآن هينا اليوم موجودين بعد 23 سنة موجودين في الإسكندرية حتى نكمل هاي المسيرة مع الإخوان في مصر، وتسجل سابقة جميلة للاتحاد المصري بأنه عمل هذا النشاط، ويعتبر يعني نشاط مميز من جميع النواحي. إن شاء الله حيكون هذا المؤتمر ناجح، والهدف الأساسي المؤتمر هو الترويج لرياضة الملاحة اللي احنا نسميها احنا في الجزائر رياضة سباق التوجيه، يعني هو نشاط جديد قديم، وهذا المؤتمر يعني فرصة لكل شباب باش أولا يتعرفوا بهذه اللعبة، وثانيا يعني هي رياضة اللي تخلي يعني كل فرد، يعني هي رياضة اجتماعية، يعني هي تخلي الناس كلها تتحب بعضها بعض وبتشار بالبوصلة، وفي يعني هي رياضة يعني فيها ايديوكاسيون يعني تربوية. المنتدى العربي هذا اللي هو تحت اشراف الاتحاد الدولي واشراف الاتحاد المصري للملاحة الرياضية، نحن نعتبرها بوابة لنشر هذه الرياضة على مستوى العربي والمستوى الخليجي، نحن نقول الخليجي والعربي، من خلال هذه المؤتمرات والندوات لنشر ووعي هذه الرياضة ومعرفتها على مستوى العرب. والله هي شيء يعني ممتاز جدا، لأن مثل ما قلت لك إن هي من خلال هالندوات ومن خلال المنافسات اللي تحصل هي ننشر اللعبة في على مستوى العرب. ب
بطولة البحر المتوسط للملاحة الرياضية اللي إن شاء الله تكون مصر بتستضيفها في عام 2025. بنتمنى التوفيق طبعا لكل المؤسسات المصرية وكل الاتحادات المحلية أن هي تكون بتجلب الأنظار إليها وتكون بتخلي الثقة كبيرة جدا فيها، سواء من المنظمة أو يعني من الاتحادات الإفريقية أو كمان من الاتحادات الدولية، أن احنا نكون بنستضيف هذه البطولات عندنا وعندنا الإمكانيات أن احنا نكون بنعمل ده. وببقى سعيدة أن احنا بنشوف ترويج لرياضات مش واخدة حقها بشكل كبير جدا، ولكن نكون احنا بنساعد في نشرها وندي فرصة لأبطال في رياضات مش المسلط عليها الضوء بالشكل الكافي ان هم يكونوا بيظهروا، وخصوصا كمان لو البطولات على أرضنا. نروح لموضوع تاني إيجابي برضو، وفي ظل الاهتمام برياضات بعيدة عن الكرة وبعيدة عن الاهتمام الجماهيري الكبير، حاجة إيجابية جدا في السنوات الأخيرة نال التفاعل عدد كبير جدا من الشباب، وهو فكرة مبادرة دراجتك صحتك واللي بتتبناها الدولة ممثلة طبعا في وزارة الشباب والرياضة، وطبعا تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي عبر في أكثر من مناسبة عن أهمية ممارسة رياضة ركوب الدراجات. مجموعة من الشباب عملوا فريق وكمان قرروا أن هم يكونوا بينظموا ماراثون للدراجات كل فترة، ممكن تكون كل أسبوع أو كل أسبوعين، وده لدعم مبادرة دراجتك صحتك. خلونا نشوف التقرير التالي إزاي المجموعة قررت أن هي تكون بتعمل الماراثون، وإيه الأعمار السنية اللي موجودة معاهم في الفريق، وكمان عدد المشاركين في الماراثون هل بيزيد بشكل مستمر، وبجانب طبعا نصيحتهم إيه للشباب فيما يخص رياضة ركوب الدراجات. احنا بدأنا الموضوع من حوالي 3 سنين. الموضوع كان جاي لعب ومجموعة صحاب نازلين مع بعضنا، فلقينا في ناس كتير قوي في الشارع بتمشي بالعجل، فليه ما نعملش فريق وننزل الناس بصفة مستمرة. شجعنا على كده المبادرة بتاعة دراجتك صحتك، بدأنا ننظم الفريق، بنعمل اجتماعات كل اسبوع نحدد احنا هنروح فين، بنزور اماكن كتير مش مجرد عجل بس، لا بنزور اماكن في بلدنا سياحيه، بنزور اثار، بنسافر اسكندريه، يعني طلعنا اماكن كتير قوي، رحنا الهرم، رحنا قصر البارون، رحنا متحف الجديد. فهي مش مجرد فريق بينزل العجل بس، لا احنا بننزل نعمل رايدات بالعجل وفي نفس الوقت بننشط السياحه بتاعت بلدنا. بشتغل مع الفريق ان انا مثلا امهد لهم الطريق هم ماشيين، مثلا اوقف العربيات، احافظ على سلامه الناس. في ناس مثلا بتحافظ على سلامه الفريق مثلا من قدام ان هي تقفل له الطريق مثلا، باتفاق طبعا مع ضباط المرور بحيث الموضوع ما يبقاش فيه هرجله. في مثلا ناس بتبقى تو ليدرز، بيبقى ماشيين تو لاينز وراهم عشان يبقى في نظام ويبقى شكلنا برضو حلو ونعبر عن دولتنا وكده. في برضو ناس بتبقى ماشيه على الجنب حفاظا على اللاين عشان تحافظ على الناس، وفي ناس بيبقى في 2 ورا عشان يخلي لهم مثلا حد اتاخر، حد حصل له حاجه مشكله، برضو بيبقى في ظهره حد مننا يعني، وبرضو في عربيه دعم. بس دي التقسيمه. اتعرفت على المجموعه هنا ناس ممتازه جدا، منظمين محترمين، بقينا نستنى الايفنت بتاع كل اسبوع بفارغ الصبر يعني عشان اشوف اروح فين بقى. رحنا اماكن كتير، براما، البارون، الاهرامات، البرج، رحنا اماكن كتير كان الحياه الطبيعيه بتاعتنا ما بتسمحش ان احنا نروحها يعني. فده صراحه حاجه ممتازه جدا. انا حتى بقول يعني مثلا جبت برك زمايلي عندي في الشغل جم قبل كده، وجبت اولادي قبل كده، فالموضوع بقى حاجه ممتعه جدا ورياضه ممتازه، والفريق هنا ممتاز جدا، بننظم نفسنا كويس، بيحافظوا علينا، عربيه دعم، أسرة واحدة، حاجات ممتازة جدا يعني. عرفت ويز تيم عن طريق أخويا عشان كان بيطلع رايدات وكده من زمان، فبعديها بدأت أجي وتعلمت العجل من وأنا صغير في الشارع عندي يعني وكده. بدأت من 3 شهور مثلا بتمشى وأروح أماكن جديدة، وأول مرة أروحها بالعجل وكده، وعرفت ناس كتير وبقيت أعرفهم عادي وبتمشى معاهم بره ويز تيم وكده ومبسوط. الحقيقة أنا بحب العجل جدا يعني من وأنا صغيرة، وكنت بدور على النشاط دوت على الفيسبوك ولقيت ويلز تيم، وبصراحة كذا حد من صحابي قال لي إن هو يعرف ناس بيروح ويلز تيم، والحقيقة أنا مبسوطة جدا إن أنا معاهم. أنا معاهم من شهر 12 يعني، هم هيلفل جدا وما شاء الله يعني روحهم حلوة، وبجد بنبسط كل ما باجي يوم الجمعة بنبسط معاهم. أنا بحب العجل كرياضة عموما، وبحس ان هي رياضه مهمه يعني. انا بحس ان احنا ممكن نتنازل عن العربيات ونتنازل عن ريحه العوادم يعني، نشم هواء فريش، فبحس ان ممكن كلنا نقلب وسيله المواصلات بتاعتنا للعجل،
وان شاء الله ناويه في خطتي اللي جايه ان انا اجيب عجل واتحرك بيها. يعني هو التيم ويل اورجانيزد جدا، هيلبفول، كويسين جدا، بيعملوا رايدات حلوه ومسافات طويله. تمام، هو كرياضه يعني العجل جميل جدا، بس وانا اتعرفت عليهم من حوالي سنه عن طريق الفيسبوك. اوكي، واتعرفت هنا بقى في التيم، معانا في ناس كويسه، ناس مرحه، وبيعملوا دايما رياضات مختلفه، وبننزل بقى يعني بننجوي اليوم كله مع بعض. لا، هو في الاول كنت قلقانه شويه، خايفه شويه، بس لما نزلنا بقى لقينا لا، في اورجنايز بنت معانا، في بنات معانا من الاورجنايزرز، وفي بنات معانا اصحابنا اصلا من التيم، فبس فصاحبنا عليهم وكلنا بننزل، واحنا بنبقى امان عامه. يعني احنا واحنا ماشيين بالعجل لو حصل اي حاجه بنلاقي حد من التيم معانا، بس وفي امان عامه. عرفت الايفنت من الفيسبوك، فيعني قلت ان انا انزل اجرب حاجه جديده، بما ان ضغط الشغل وضغط الدراسه وكده، فده بيبقى شيء مفيد جدا الواحد يغير جو من وقت للتاني. يعني نصيحتي لا، انزل جرب، وبالذات فكره العجل لذيذه جدا. هو الجروب هنا ويل اورجنايزد قوي، يعني عددهم كبير، بيخلوا واخدين بالهم من الناس، بيبقى في البدايه الليدر، بعدين في ناس تاخد بالها من الطريق تبع التيم. يعني ان مفيش، يعني هو توتالي سيف، يعني مفيش اي عربيات مثلا او كده، في عربيه دعم فني، في عربيه اسعافات اوليه، في حد بيصور، في يعني هي توتالي فان بصراحه. الفكره حلوه طبعا، رياضه، واصلا فكره ان انا اصحى بدري واعمل رياضه دي بتديني طاقه حلوه قوي لليوم كله، بيبقى فريش. وهو كفريق ويلز تيم ده فريق يعني مختلف، فانا رحت حاولت اروح فريق تاني كده، بس ما رحت، يعني تجربه الصبح يمكن ابدل، ما حسيتش الحماس ولا الانرجي اللي موجوده هنا ولا الحب اللي بشوفه هنا. وما دي من افضل الحاجات اللي بحبها تبعهم. انا بحب اصلا ازور الاماكن السياحيه في العادي، فمعاهم بتبسط اكتر وبتعرف على ناس جديده، وبحس الجو معاهم احسن، وبحس بجد احنا عيله. يعني انا لما بغيب، انا غبت فتره، اتصلوا بكذا حد، اتصل بيا سال عليا، بيشجعوني ارجع تاني انزل رياضه. انا حتى لو ما بعملش رياضه بره ولا اروح اي مكان، اليوم ده بيفرق معايا في صحتي، في حياتي، في طاقتي، في التجديد للحياه. بس خلونا نعود مره تانيه لاجواء كره القدم، ونروح لفقرتنا اون فاير نيوز. نبدأ جولتنا الإخبارية مع أخبار النادي الأهلي. والسبب وراء استبعاد أكرم توفيق من مباراة الجونة النهاردة هو قرار لمستر مارسيل كولر بإراحة اللاعب وعدم إشراكه في المران الأخير، وبيعتمد كولر على تنفيذ سياسة التدوير ما بين لعيبة الفريق الفترة الحالية لمواجهة ضغط الماتشات وأزمة الإجهاد اللي بيعاني منها اللاعبين، حيث يقوم بالتدوير بين أكرم توفيق ومحمد هاني في مركز الجبهة اليمنى. كمان إن كولر بشكل خاص بيفضل عدم الدفع بأكرم بشكل مستمر بعد عودته من الإصابة بالصليبي، حيث يتعمد إشراكه بشكل تدريجي. استقر نادي الأهلي على السفر للسعودية يوم 10 ديسمبر المقبل، قبل 5 أيام من أولى مبارياته في كأس العالم للأندية، وبيستعد النادي الأهلي لخوض أولى مبارياته في كأس العالم للأندية اللي هتنطلق يوم 15 ديسمبر بمواجهة الفايز من مواجهة الدور التمهيدي بين أوكلاند سيتي النيوزيلندي واتحاد جدة السعودي مستضيف البطولة. ونروح لأخبار نادي الزمالك، وبيعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماع يوم الاثنين اللي جاي لتحديد مصير المدير الفني الجديد خلال المرحلة المقبلة. في الاجتماع مجلس الإدارة هيكون بيناقش سير ذاتية لمدربين أجانب كتير معروضين من شركات تسويق وبعض الوكلاء، وهيحسم موقفه، وعلى أساس ده هيكون بيتحرك. التركيز حاليا منصب على دعم للكابتن معتمد جمال بعد المباراة الكبيرة الحقيقة اللي قدمها أمام فريق بيراميدز، لكن يوم الاثنين هيكون في اتضاح للموقف سواء بالمدرب الجديد أو باستمرار الجهاز الفني الحالي لحين التعاقد مع مدرب أجنبي. ومن الملف ده والاجتماع نروح لمحمد عواد حارس مرمى الفريق، واللي وافق على تخفيض المقابل المادي من أجل تجديد عقده مع الفريق خلال الفترة اللي جاية. وكشف محمد عواد للمقربين منه أن ما فيش أي مشكلة أو أزمة في تجديد عقده، وأن هو بيرحب بالاستمرار مع الفريق والتجديد، مشيرا إلى أنه بيعيش حالة من الاستقرار
الاستقرار داخل النادي بالإضافة إلى الدعم الكبير من جانب الجماهير البيضاء، وبينتهي عقد محمد عواد في نهاية الموسم الحالي، وبيحق للتوقيع لأي نادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. مشاهدينا الكرام، هنروح لفاصل لاستقبال ضيفنا النهارده الكابتن محمد اسماعيل مدير الكره بنادي امبي في ضيافتنا، واكيد حديث مطول عن امبي من الموسم اللي فات والموسم الحالي والاستمراريه، والكابتن تامر مصطفى والاداء العظيم اللي بيقدمه مع الفريق. كل هذا واكثر بعد الفاصل، خليكم معانا. في أندية عريقة جدا على مدار السنوات دايما وجودها في الدوري الممتاز بيبقى مهم جدا، دايما بتكون بمثابة ند قوي لأبرز وأهم الأندية في الدوري المصري الممتاز. نتكلم عن نادي زي امبي، بنسعد دايما بوجوده في الدوري وبتكون دايما مستنين لقاءاته أمام الأندية الكبيرة. بينورنا في هذه الحلقة الكابتن محمد إسماعيل مدير الكرة في نادي امبي. يا كابتن محمد، برحب بحضرتك ومنورنا. صباح الخير عليك وعلى كل مشاهدين كاميرا هنا، ومبسوط جدا ان انا معاك. وانا كمان بتشرف ان احنا يعني دايما نكون مع بعض على التليفون، فسعيدة جدا ان انا اول مرة التقي بحضرتك. وتوقف دولي اعتقد ان دي بتبقى يعني ليها ايجابيات وسلبيات، ولكن بشكل عام بالنسبة لموقف امبي وظروفه في جدول الترتيب والماتشات اللي فاتت، الى اي مدى انت حاسس ان التوقف ده ممكن يكون في المصلحة؟ والله هو احنا الحمد لله اخر ثلاث ماتشات الفترة اللي فاتت دي كنا كسبنا الحمد لله يعني، فممكن ناس كتيرة بتقول ان التوقف ده مش كويس بحيث ان احنا كنا نستمر، بس انا تملي بشوف التوقف بيبقى ايجابي في الحقيقه يعني، لان مهما حتى لو انت كنت كويس اكيد في اخطاء يعني، فتملي التوقفات دي بتديكي فرصه ان انت تبصي تعالجي اخطائك، تعملي راحه شويه. انت عارفه الموضوع بيبقى فيه ضغط كبير يا مريهان، مش على اللعيبه بس، على اللعيبه والجهاز والاداره وطبعا لو انديه جماهيريه، فالموضوع بيبقى بيدي راحه شويه. فالتوقف لا، انا شايف ان هو بيبقى اعتقد ان بالنسبه لنا هيبقى كويس ان شاء الله. هتبنوا على ايه وعايزين تصلحوا ايه يعني من متابعه حضرتك للست جولات؟ احنا عندنا ميزه مرهان الحمد لله ان احنا في استقرار من نهايه الموسم اللي فات الحمد لله، عصم مع كابتن تامر مصطفى وجهازه الفني كله يعني. فالميزه ان احنا هم شايفين من السنه اللي فاتت والفرقه تقريبا ما اتغيرتش، احنا ما ضفناش غير لاعب او اتنين بالكتير اللي هو زياد طارق ولاعب افريقي مواليد 2003، فالفرقه هي هي. فدي اعتقد ان دي مديانا ايجابيه، لان من الموسم اللي فات واحنا عارفين ايه النواقص اللي عندنا، والحمد لله اعتقد احنا السنه دي يمكن النتائج في بدايه الموسم ما كانتش كويسه، بس الاداء كان كويس يعني، كل المتابعين وكل المتخصصين في الكوره كان فرقتنا كويسه، باينه ان هي كويسه واقفه على رجلها كويس في الحقيقه. فاعتقد ان احنا بنبني من السنه اللي فاتت، وظهر السنه دي عملنا فتره اعداد مميزه. لا ان شاء الله احنا عندنا السنه دي تارجت مختلف شويه، ان احنا عايزين السنه دي زي ما حضرتك بتتكلمي كده، ان فرقه امبي العريقه في الدوري اللي هي بتعمل ماتشات كبيره مع سواء اهلي زمالك بيراميدز، فاحنا عايزين نثبت الموضوع ده والناس تفتكر امبي السابق اللي طول الوقت الحمد لله احنا واخدين بطولتين كاس مصر برضو، ف قبل كده انا هنا تاني دوري كذا مره يعني، طبعا اكيد الناس فاكره التاريخ ده بكل تاكيد، بس حلو حتى تفكرهم يعني ساعات. طبعا بس الاجيال بتتغير يعني، احنا من الانديه اللي عمرها صغير في الدوري بس احنا واخدين اتنين بطوله كاس مصر، ودي برضو مش حاجه سهله خالص، مش سهله خالص يعني. في انديه عريقه جدا مش واخده بطوله واحده حتى، فاعتقد ان احنا لا الموسم ده من الموسم اللي فات والموسم ده هنأكد على ده، وان شاء الله يعني اللي جاي هيبقى احسن لإنبي ان شاء الله يعني. الحقيقه ان هو بشوف التحدي مش في ان انت تكون بتعمل موسم كويس، ولكن ان انت تعمل موسمين ورا بعض كويسين على الاقل يعني، فده التحدي اعتقد بالنسبه للكابتن تامر وبالنسبه للجهاز الفني وبالنسبه لمجلس الاداره. الموسم فات كان عظيم بالنسبه لإنبي، والموسم ده اكيد انتم مش عايزين تقلوا عن الموسم اللي قبله. اكيد، وكمان في تحدي اخر بالنسبه لنا بقى كإنبي، ان احنا طول الوقت يا مرهان احنا بنصنع نجوم. ده التارجت او الهدف بتاعنا، بياخدوهم منكم. ما احنا ده استراتيجيتنا على فكره، بالظبط عشان يعني بتكسبوا ماديا يعني. احنا نادي يعني، خليني ابقى صريح معاك ان انا استحاله، مش استحاله، صعب جدا جدا ان انا افكر ان انا انافس على الدوري يعني. في انديه اقوى مننا كمان ماديا، ما تقدرش. الموضوع صعب، الموضوع مش ان انت تبقى فرقه كويسه بس، لا الموضوع محتاج حاجات تانية كتير. فاحنا الاستراتيجيه بتاعتنا ان احنا كمان التحدي بتاعنا ان احنا بنصنع نجوم من قطاع الناشئين. احنا عندنا بسم الله ما شاء الله الماتش اللي فات تقريبا 9 من ولاد قطاع الناشئين بيشاركوا، مشاركين
في الملعب اساسا يعني دي حاجه كويسه. فده التحدي كمان ان احنا طول الوقت كل موسم لازم يخرج من عندنا نجوم لكل انديه مصر. احنا بنصدر ده واحنا حابين ده، سواء المنتخبات سواء الاحتراف الخارجي سواء كل انديه مصر فيها لعيبه من انبي من قطاع ناشئين انبي. فده بيبقى التحدي الثالث او الهدف بتاعنا ان احنا طول الوقت بنصدر اللعيبه دي، نبقى مبسوطين على فكره مش زعلانين يعني. وانا ببقى مبسوطه لما بشوف في انديه بعينها احنا متعودين عليها ان هي بتعمل ده، ان هي مصنع لعيبه كويسه. دي حقيقه بالزبط. احنا طول الوقت كده، ودي وده التارجت بتاعنا ان احنا طول الوقت نفنش في ترتيب كويس في الدوري ونبان ان احنا فرقه كبيره، ومع ذلك برضو طول الوقت احنا بنطلع لعيبه يعني. طول الوقت ما فيش سنه من السنين، يمكن هو الموسم ده اللي احنا فيه ده اللي احنا قلنا مش هنطلع حد السنه دي خالص، ممكن ان شاء الله من الموسم اللي جاي اعتقد هنطلع لعيبه كويسه ان شاء الله يعني. بالنسبه لكم افضل ماتش كان في الست جولات اللي فاتت، يعني فوز طبعا على نادي الزمالك ده حاجه عظيمه، بس هو ده بالنسبه لكم التقييم ولا ممكن تكونوا بتبصوا على افضل نتيجه من حتى الشكل الفني فقط؟ لا، لو هكلمك على فنيات بالنسبه لي انا كمدير كوره يعني، انا ماتش الداخليه من الماتشات اللي عملناها باداء رائع، بس ما كانش في توفيق غلبنا على فكره يعني. ماتش الداخليه اللي هو اول ماتش في الدوري ده احنا تقريبا عاملين كل حاجه في الكوره بس التوفيق ما حلفناش. طبعا ماتش الزمالك انت بتتكلمي على نادي الزمالك، نادي كبير، نادي يعني مش محتاج ان انا اتكلم عليه طبعا، اكيد النتيجه والاداء اللي عملناه، لان ما كانش نتيجه بس في الحقيقه، احنا الناس كلها قالت ان احنا نستحق ان احنا نفوز يعني، فكان اداء ونتيجه، فدي كانت بتبقى حاجه ايجابيه اكتر. بعديه على طول كان ماتش فيوتشر برضه عملنا ماتش فيوتشر من فرق كبيره طبعا، فيوتشر عندها سكواد ممتاز في الحقيقه، بس عملنا عليهم اداء رائع برضه ونتيجه كويسه. فلا احنا الحمد لله الثلاث ماتشات الاخرانيين يعني خلوا الناس تشوف ان احنا ادائنا كويس يعني. التملي هي المشكله في الكوره، ان التملي لازم نتيجه عشان يتقال عليك كويس. فممكن تادي كويس جدا وتتغلبي فالناس ما يعترفوش بده. لا، وساعات بقى بنبقى يعني الجمهور بقى اللي عند يعني الانديه اللي عندها جماهيريه عايزين اداء ونتيجه وكل عايزين كل حاجه. حاجة. طبعا ما ده بيبقى حقهم. بس بيبقى صعب ساعات يعني. ساعات بيكون صعب. ساعات بيبقى في توقيت انت عايزه نتيجه بس. مش مهم انت بتبقي، احنا مر علينا الكلام ده السنه اللي فاتت واحنا ما كناش فايقين شويه، فكنا بنحاول ان احنا نلعب على قد ان احنا ناخد الثلاثه بونت. ما نخسرش يعني، اخد الثلاثه بونت مش مهم الاداء على قد ما مهم ان انا احافظ ازاي ان انا اجيب الثلاثه بونت، وده نجحنا لغايه ما ابتدينا نعمل نتيجه واداء بقى. كل موسم بنبقى احنا في بدايته او يعني قبل ما يبدا بنبقى احنا مترقبين كاعلام وكجماهير، يا ترى الموسم ده هيبقى افضل من اللي قبله، هيبقى فيه مشاكل، هيبقى الدنيا ماشيه ازاي. فتقييم حضرتك للست جولات والمقارنه اللي معموله الموسم اللي فات اصعب ولا الموسم ده؟ لان الموسم ده كمان فيه توقفات اكتر وفيه مشاركات لمنتخبنا باذن الله يعني يكون موفق في كاس الامم، بجانب بقى التصفيات المؤهله لكاس العالم، فعندنا اجنده زحمه جدا. ده بيصعب عليكم؟ هو طبعا بيصعب علينا. اوحش حاجه ان انت ما تبقيش عارفه او مش عارفه من يوم كام ليوم كام هتخلص الدوري. التوقفات كتيره، ممكن ده ما يبقاش كويس يعني، ممكن ما يخليكيش تعملي، لان لعيب الكوره او فرقه الكوره بتبقى محتاجه حاجه اسمها فتره اعداد، فبيبقى ليها تاريخ تبتدي امتى وتخلص امتى. محتاجه فتره راحه سلبيه. ما دي بقى يعني، شوف انت يعني بسم الله ما شاء الله اللي انت قلتيها دي هي اللي تلخص كل حاجه. الراحه السلبيه دي، لان الراحه السلبيه دي من اهم الحاجات في فتره الاعداد على فكره. بالزبط. يعني من ضمن فتره الاعداد الراحه السلبيه عشان اقدر اخد منك اللي انا عايزه الموسم الجاي. بس بالنسبه بقى للسؤال، ان السنه دي الموسم طبعا اصعب جدا. الدوري على فكره الدوري المصري من السنه اللي فاتت هو قوي قوي. السنه دي هيبقى اقوى، في فرق كمان، الفرق اللي طلعت بسم الله ما شاء الله، مدين باور، بلديه، زد يعني، الفرقه الثالثه الجونه، عاملين نتائج كويسه جدا، فداخلين الدوري مش فرق ان هي اللي هي هتبقى اخر ثلاثه، لا خالص. يعني بسم الله ما شاء الله فرقه زد دلوقتي ترتيبهم ثاني يعني، حتى لو لسه بدري، بس انا بكلمك ان لا الدوري هيبقى صعب قوي. احنا السنه دي بالنسبه لنا زي ما قلت لك انا شايف ان احنا لا احنا في تحسن على الموسم اللي فات كاداء، وتمل لما يبقى الاداء كويس ما بقلقش قوي على النتيجه حتى لو تاخرت، بس هيجي لان انت ماشيه صح. فاحنا السنه دي انا شايف ان احنا كمستوى الست جولات اللي فاتوا عن الموسم اللي فات، لا انا شايف ان احنا الحمد لله في مكان احسن الحمد لله رب العالمين. افضل نادي او اكتر نادي لفت نظر حضرتك ايه حتى الان في الست جولات؟ زد والبلديه. دي حاجه عظيمه ان الناديين اللي صاعدين يكونوا صاعدين بالشكل ده. دي حقيقه ليه؟ لان لازم ياخدوا حقهم بصراحه. كابتن مجدي عبد العاطي عامل اداء مميز مع فرقه زد، كابتن احمد رؤوف عامل اداء رائع، وانا يمكن
البلديه شداني اكتر شويه لان علشان الصفقات بتاعتهم كانت كلها درجه ثانيه وقدروا امكانيات. انا بحب اول الفرق اللي هي بتصنع حاجه يعني. ممكن زد طبعا الامكانيات اكتر شويه من بلديه اكيد يعني، بس الفرقتين دول في الحقيقه لافتين نظري بشده، واتمنى ان هم يكملوا كده لان ده هيخلي الدوري كمان احلى بالزبط. ويخلي فيه لعيبه كمان تطلع اكتر خاصه من فرقه البلديه. زي ما حضرتك قلتي انديه درجه ثانيه، لعيبه ممكن من الناشئين عندهم. فلا فرقتين مميزين في الحقيقه، دول اكتر فرقتين شادين نظري. والبلديه عملته ده كان يعني مقلق، يعني ممكن يبقى قلق شويه الناس اللي هو صفقات كلها مش لعيبه مشهوره، مش صارفين جامد في الميركاتو، ولكن ده اللي بيؤكد انه مش شرط اللي يصرف كتير هيجني كتير. يعني ساعات بيبقى في صفقات مش جايبه همها. القصه مش يعني، ما انا هقول لك يا مريم، احنا طول عمرنا ما اشتريناش نجوم. امبي ما بنش عمرنا ما اشترينا نجم، احنا بنعمل نجم. فالكوره تملي عايزه عين كويسه، عين تقدري تشوفي اللاعب ده هيبقى لاعب، هيبقى مميز. طول الوقت عندنا مصر مليانه لعيبه كويسه جداً. وفي اماكن كتير، بس هي المشكله مين اللي يعرف يختار. فالبلديه اعتقد ان هم اختاروا اختيارات كويسه، حتى لو درجه ثانيه. اللي هم درجه ثانيه دلوقتي انا بقول لك ان هم على نهايه الموسم هيبقى في لعيبه كتير جدا منهم انديه كبيره قمه عايزين ياخدوهم وبقوا نجوم، لان النجم مفيش نجم بيتولد نجم. النجم ده لا ده بيتصنع، حتى لو هو كويس لا, لا لازم حد ياخد بايده وينفض من عليه شويه التراب هيبقى نجم. انما انت مش هتروحي تجيبي يعني محمد صلاح، العالم كله دلوقتي ما كان موجود ما حدش شايفه بالقيمه اللي هو كان فيها دي، بس طول الوقت هو بيطور من ادائه هو كلاعب واللي حواليه بيساعدوه ان هو تظهر نجميته. ده اللي المفروض يحصل عندنا في مصر يعني. فمش شرط هو درجه تانية او خالص، مش خالص. مقياس خالص، المهم بس قبل امكانياته ودماغه، دماغه ودماغه. انت بتتكلمي على فكره في كلام على فكره، يعني هي فعلا الدماغ هي اللي بتخلي اللاعب يا يبقى نجم يا يبقى مجرد لاعب. الدماغ، لان عندنا مشاريع كتيره جدا تبقى نجوم، بس للاسف الدماغ مخلياهم محلك سر يعني. لو فكر بدماغ وحدد هو عايز ايه، صدقيني هيبقى عندنا اكتر من محمد صلاح. أنا والله متاكده، انا متاكده، اصل احنا كتير قوي، احنا عددنا كبير في مصر، فطبيعي يبقى في زي صلاح. عددنا كبير وفي يعني شواهد بتقول ان عندنا نجوم طبعا ككوره فنيات، انما هي الدماغ هي اللي ممكن تخليكي بقى تودي صاحبها يا اما حلوه قوي يا اما دي مشكله في الحقيقه يعني. فعلا هي الدماغ، لان الكوره في الملعب ساعتين بس، هي حياه، وبقيه اليوم 22 ساعه. انت بقى في ال 22 ساعه دول بتعملي ايه؟ هدفك ايه فيهم؟ هم دول اللي هيحددوا انت الساعتين دول تبقي نجمه فيهم ولا لا؟ ده صح. انا هطلع فاصل، بس انا مستمتعه جدا بالحديث مع حضرتك خليه. ولسه عايزين ندردش في مواضيع ثانيه. كابتن محمد اسماعيل مدير الكره في نادي انبي في ضيافتنا بعد الفاصل المواصل، خليكم معانا. الكابتن محمد اسماعيل مدير الكره بنادي انبي في ضيافتنا النهارده، برحب بحضرتك مره ثانيه يا كابتن. ايه اصعب حاجه في شغلانه مدير الكره؟ لا هي بصراحه شغلانه كلها صعبه، لان اعتقد ان وظيفه مدير الكره ان هو بيمثل الاداره جوه الفريق، وفي نفس الوقت هو من اقرب الناس للاعبين، فطول الوقت هو عايز يعمل بالانس بين تعامل الإدارة مع اللعيبة ويوصل رؤية الإدارة طبعا أكيد، في نفس الوقت يحقق مطالب اللاعبين أو مصالحهم أو حقوقهم يعني. فطول الوقت أنت بتتعاملي مع تقريبا 35 لاعب، كل لاعب بشخصية مختلفة أكيد، كل لاعب ليه طلب، كل الإدارة طبعا أكيد بيبقى ده التارجت، إن احنا عايزين نحط هدف إن احنا كل الفرقة دي كلها ال 35 عقل اللي بيفكروا دول توحديهم ان هم رايحين لهدف واحد. فطول الوقت فيها صعوبه، طول الوقت فيها بيبقى فيها شغل اكيد، لم من ورا المدير الفني، لعيب زعلان انه ما بيلعبش، لعيب مش حاجات فيها نفسية، شويه حاجات كتيره، تظبيطات بقى، الحاجات اللي هي كل ما يخص الفريق. فالموضوع بيبقى فعلا صعب، لانه مرهق جدا ان انت تتعاملي مع، انا بحاول كمان لي في شغلي ان انا اوصل لدماغ اللاعب. انا لو وصلت لدماغ اللاعب خلاص هو فهمني وانا فهمته، فخلاص ممكن بالاشاره بالعين قطعت مشوار كبير، بالاشاره بالعين خلاص الموضوع هيبقى فهي مرهقه في البدايات، انما ما بيبقى فيها نوع من انواع الاستقرار، الفرقه مستقره بقالها مثلا داخلين على موسمين، فالموضوع بيبقى اسهل شويه. انما في البدايات بيبقى الموضوع صعب، صعب الصراحه يعني، ان انت تحاولي 35 لاعب تخليهم
ماشيين على نفس الهدف اللي انت المفروض بتشتغلي عليه. بيحبوك بس في نفس الوقت بيقلقوا يعني وعارفين ان انت ودي معادله صعبه جدا ان انت توصلي لها. بس الحمد لله زي ما بقول لك هي ممكن في انبي الموضوع بيبقى اسهل شويه لان زي ما بقول لك بيبقى تقريبا نص الفرقه او اكتر من ولادنا اوريدي احنا مربينهم وهم صغيرين، زائد اللعيبه اللي احنا تملي بنجيبها اغلبيتهم بيبقوا لعيبه مميزه في الحقيقه اخلاقيا قبل ما يبقوا رياضيين، فده بيسهلها شويه عندنا في نادي انبي يعني. محمد حمدي كنا لسه احنا في بداية الحلقة اصلا بنتكلم على لعيبة شايفينها تستحق فرصة في الخارج، ولكن هل في كلام ما بين القطبين عايزين محمد حمدي بالاسم؟ حصل تواصل ولا مجرد انباء؟ لا هو طبعا كنادي لنادي ما حصلش تواصل، انما هو كله كلام وكلة وبعض جس النبض من بعيد كده، لانما اوريدي محمد حمدي كان النادي الاهلي كان عايزه قبل ما طلعوا الفريق الاول هو احمد نادر، وكانوا تقريبا هيمضوهم على عقود خلاص، بس احنا طبعا جددنا لهم يعني وكده. انما بالنسبه لمحمد حمدي واحمد نادر اعتقد ان احنا النادي رافض فكره ان هم يروحوا النادي في مصر يعني، احنا ان شاء الله ليهم تارجت كده ان هم يحترفوا خارجي، لان لسه كنت بتكلم معاك يا مرهان في العقليه. اعتقد ان احنا العقليه بتاعت الاثنين اللعيبه دول قادره ان هي تاخد تجربه الاحتراف، واعتقد ان هم ان شاء الله هينجحوا، لانه عندهم الميزه او الاهم بالنسبه لي ان هو حاطط لنفسه هدف وعايز يمشي عليه ومحدد لنفسه هو عايز ايه بالظبط، فده عاجبني جدا فيهم ان شاء الله يعني. زائد طبعا ان هم على المستوى الفني لعيبه هيبقوا نجوم كبار ان شاء الله، فاعتقد احنا دول ربنا هيكرمهم كده ونعمل نقدر نعمل منهم محترفين مميزين خارجيا ان شاء الله. ان شاء الله بتتكلم معاهم بما ان حضرتك من ضمن دورك ان انت تكون بتتكلم معاهم. ساعات اللعيبه بتشتت لما بتعرف ان في كلام من اهلي او زمالك عليهم، او بتعرف انه في فرصه جايه من بره، تحس ان اللاعب فصل منك كده بقى واحد تاني. دي حقيقه، بس زي ما قلت لك انا طبعا بتكلم معاهم لان دول كمان من ولاد قطاع الناشئين ان هم 9 سنين في النادي يعني، فانا طول الوقت قريب منهم وبكلمهم وبحاول اخليه اللي هم ممكن بيسمعون سواء انديه من مصر عايزين يشتروهم او عروض، ان طول الوقت هو ده يديله دافع ان هو يهتم اكتر انه هو يلتزم اكتر. هم واعتقد هم لا هم لعيبه فاهمه، عندهم كمان اسرهم بصراحه ماشيين ومحافظين عليهم كويس، فانا متاكد ان الاثنين دول ان شاء الله هيبقى ليهم دور مميز ان شاء الله الفتره اللي جايه ان شاء الله. بنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله في المشوار بتاعهم. كان في اخبار يعني انا ببقى سعيده ان احنا لو في اخبار بيتم تناولها حضرتك تصححها او تنفيها، كلام على الزناري وصبحي ان في بعد ما تم اعلانهم للبيع ان ممكن يكون في تواصل من جانب ام بي للحصول على خدمات اللاعبين، هل دي صح ولا لا؟ لا احنا زي ما قلت لك احنا مش محتاجين يعني لعيبه، بس ما حصلش اصلا تواصل يعني بين في الموضوع ده خالص، واحنا اوريدي كمان القائمه عندنا كامله 30 احنا 30 لاعب يعني، بس ما حصلش تواصل خالص يعني. ميركاتو الشتاء بالنسبه لكم وضعه ايه؟ والله كلا. يعني انا اعتقد من خلال الكابتن تامر مصطفى ان هو كان ممكن بيفكر ان يبقى فيريود ممكن يعني، او ما في يعني ده هو انما غير كده احنا زي ما قلت لك احنا الفرقه الحمد لله اعتقد ان احنا مش ناقصنا حاجه غير ممكن لو فيرود يعني. ايه مشكله الفيرود في مصر؟ هي مشكله كبيره في الحقيقه يعني. مشكله كبيره ان الفراوده قلت شويه، ما بقاش فيه الموهبه بتاعت اخرهم، انا اعتقد اخر الموهوبين بالنسبه لنا يعني انا محمد كان دوره كويس. انا لسه هقول لك انا بس في لعيب عشان الناس يعني مش مقدرين قيمته وهو محتاج يشتغل برده شويه اللي هو صلاح محسن. انا عارف ان الناس هتتفاجئ، بس صلاح محسن هو فرد مميز جدا جدا في الحقيقه يعني، وهو عشان كده راح، بس هو في الفتره الاخرانيه ما بقاش يلعب في مكانه اعتقد، كان بيلعب ناحيه اليمين، انما هو سترايكر 9 يعني. هو ومصطفى محمد انا كنت شايفهم هم دول فرودين مصر اللي جايين. صراحه اعتقد محتاج شويه بس يشتغل مع نفسه ويركز شويه، انما هو فرود لو الاهلي صبر عليه ده وجهه نظر يعني هيبقى من احسن فروده في مصر. مؤخرا صفقات يعني بتكون ابرز الصفقات اللي بتبرمها الانديه في مصر بتتمركز في اهلي وزمالك، وبعدهم بقى طبعا بيجي بيراميدز، ولكن الافارقه اللي بقوا بيجوا مصر تحس ان هم يعني مش فرز اول ولا تاني، يعني تحس في هبوط في المستوى في الاختيارات. هل ده انا بشوف ان في جزء منه اجبار لان احنا بنبدا
التدوير وبنبدا تشوف الصفقات، بيبقى الموسم اوريدي عندنا خلصان متاخر، فانت بتبدا تشوف اللعيبه اللي فاضله كبواقي من الانديه الاخرى، ما عندكش حريه الاختيار كامله لان انت بتخلص متاخر. هل ده سبب ولا ايه اللي بيحصل خلى ان الافارقه عندنا مش في القيمه، او كان اكسبكتيشنز او توقعات عند الجمهور اعلى بكتير من اللي بيحصل؟ يعني لسببين من وجهه نظري. اول سبب اني اعتقد اهلي وزمالك بيبقى الناس لازم يبقى فيه افارقه او لازم يبقى فيه اجانب. انا مش شايف ده مش لازم. يعني لازم دي ليه؟ يعني ليه لازم يبقى فيه افارقه او اجانب؟ ما انا ممكن عندي لعيبه، ان انا ممكن هنقول اصل الانديه بتلعب على بطولات، بس ما لعيبتي برضو ممكن تلعب على بطولات. الحاجه الثانيه ان للاسف بيبقى الموضوع داخل فيه وكلاء كتير وسيفيهات وتتفرج على فيديو. ما اعتقدش ان في، يعني انا شايف عشان لعيب افريقي يجي اذا ما كانش هو اصلا نجم بجيبه ان هو نجم، انا عارف ان ده نجم وبتفرج عليه وشايفه كل يوم انا واتعاقد معاه، ما كانش كده انا لازم اشوفه في الملعب. وده احنا قرار واخدينه في انبي على فكره، يعني احنا ما بنجيبش، مش هنجيب حد افريقي بفيديو نوي. مشكله الاهلي والزمالك ان طبعا طول الوقت هم بيفكروا ان هم بطولات وينافسوا وكده، بس اعتقد ان هم عشان يجيبوا لعيب افريقي لازم يشوفوه الاول، لان في للاسف يعني تبص انديه زي الداخليه مثلا، انديه زي البلديه، زي انبي، الانديه اللي هي هنقول متوسطه شويه، بيجيبوا افارقه تملي احسن من الاهلي والزمالك. الاهلي والزمالك طول الوقت الفتره الاخرانيه يمكن بقى لهم فتره دلوقتي ما فيش، انا بتكلم على افارقه مش اجنبي، يعني ممكن يبقى ديانج دلوقتي بقى له كام فتره طويله ما فيش غير ديانج. الزمالك مين بقى لنا فتره مش سامعين؟ يعني فكره ان لما سامسون اكينولا جاب الجون، يعني لا ما هو قبل كده كان ما بيعرفش يلعب، يعني قبل الجون ده مش حاجه طبيعيه. ما هو هو ده اللي انا بتكلم فيه. فلازم يبقى انا بجيب حد ابقى فعلا محتاجه في مكانه وشفته كويس، اكيد هيبقى كويس. مش لازم يبقى نجم، انت ممكن تجيبه وما يكونش بيلعب في نادي كبير. لازم العين يعني تتعب شويه ان هي تدور على حد، برده مش لازم يبقى اسم. اسم دي يبقى انت زي مثلا النادي الاهلي، انا اسف ان النادي الاهلي رايح يلعب مثلا كاس العالم للانديه، خلاص محتاج مثلا نجم عشان هيلعب مثلا مانشستر سيتي، ممكن ده ساعتها اجيب نجم. انما انا عشان اجيب لعيب كويس مش لازم يبقى نجم، لازم اجيبه ان هو لو انا بدور على ديفندر، بدور على اي بوزيشن في الملعب، لازم حد يشوفه، حد يبقى متخصص، مش مجرد وكيل لعيب عرض سي في فانا اروح جايبه. يعني مفهوم جدا. والحقيقه كمان انا بحس ساعات بما انه مش لازم يكون اجنبي، ومش لازم طول الوقت النجم يكون اجنبي، برضه مش لازم المدير الفني يكون اجنبي. يعني مع كامل الاحترام، ياما شفنا مدربين اجانب وزي ما جم زي ما مشي وما اضافوش حاجه، وبيجي المدرب اللي هو ابن النادي هو ابن اللي النادي بيعمل كل حاجه. دي حقيقة. فدي اثبتت في اكتر من حاله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وسعدت جدا بلقاء حضرتك وتنورنا دايما كده. ربنا يخليك. بشكرك شكرا جزيلا. الكابتن محمد اسماعيل مدير الكره في نادي انفي منورنا النهارده. وخلونا قبل ما نختم سريعا ناخد اجاباتكم على سؤالنا النهارده في فقره اللعبه، مين اللاعب اللي تتوقعه مستر مارسيل كولر هيكون بيدفع بيه كمركز تسعه في ظل بقى غياب كهربا، وفي ظل كمان ان هو يعني عنده نقص عدديه في مركز تسعه. نبدا مع احمد قفشه. صباح الخير. بيتوقع مودست. عبد العزيز صقر بيقول صلاح محسن. صلاح محسن خارج حسابات مستر مارسيل، خارج القائمه بتاعت مستر كولر النهارده. سامح علي بيتوقع ان يبدا بيرسي تاو، وبعدين مودست هيكون بياخد جزء من الشوط الثاني لعدم اكتمال اللياقه. وايهاب محمد بيتوقع بيرسي تاو. احنا بنتمنى ان شاء الله نكون بنتابع لقاء ممتع هيكون بيجمع ما بين الجونه والنادي الاهلي في اطار مباريات المؤجله من الاسبوع الرابع لبطوله دوري نايل. وبشكر حضرتك مره ثانيه كابتن محمد. يومك حلو. ممكن اجاوب على السؤال ده؟ اتفضل. اعتقد ان هو لاعب طاهر محمد. طاهر محمد ده حاجه ما جاتش في التوقعات، يعني عشان لو كده يبقى انا هاخد الجايزه. هتاخد الجايزه، هتيجي نشوف. ان شاء الله. حلوه، خلاص ادينا هنشوف على اتصال، لو حصل إن شاء الله. نكلم حضرتك وندي لك الجايزه. ان شاء الله. بشكرك مره ثانيه وشكري موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام، ونلتقي على خير.